تقول السائلة ترى من زوجها بعض العلاقات المحرمة، وقد لاحظت هذه العلاقات عدة مرات، هل يجوز لها أن تطلب الطلاق وتخرج من البيت بدون إذنه؟ إذا ثبت هذا، ثبت أنه يزني مع النساء واستعمل الزنا ونصحته ولم يرتدع، إنها تطلب الفراق ولا تبقى معه إذا ثبت هذا. أما مجرد تهمة لا يترتب عليها حكم شرعي. نعم.